اهلا بيكم فيديو جديد. الاسبوع اللي عدى كان اسبوع مليء بالتحديثات والاخبار كتير جدا عن ادوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخصوصا في مجال صناعه محتوى او في مجال انشاء الفيديو. مواقع ادوات كتير جدا اتاحت فرصه انشاء فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد ما كانت مخصصه في انشاء الصور فقط، واخبار تانية كتير جدا هنشوفها مع بعض في الفيديو ده. اول تحديث معانا هو موقع ليوناردو حبيب الملايين، اعتقد ما فيش حد ما يعرفوش وما فيش حد مهتم بادوات الذكاء الاصطناعي ما جربوش. موقع ليوناردو اللي بتقدر تعمل خلال الصوره عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق النص اللي بتكتبه يقوم الموقع ده بتحويل النص ده للصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي. الموقع مع بداية السنة الجديدة اطلق ميزة جديدة وهي انشاء الفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي او باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعالوا مع بعض نستخدم الميزة دي لان اول مرة استخدمها معاكم دلوقتي. هنيجي هنا على موقع ليوناردو في الصفحة الرئيسية. لو جينا مثلا على الصور اللي موجودة قدامكم هنا دي، تعالى نيجي على اي صورة منهم. الصور اللي قدامك دي هي صور اسمها يوز كيسز، يعني استخدامات مستخدمين تانيين، يعني مستخدمين تانيين ولدوا الصور دي عن طريق الموقع ده. بتكتب كلمات وبيحول الكلمات دي لصور عن طريق الذكاء الاصطناعي. هنفتح اي صورة من دول ونيجي هنا على كلمة image motion اللي موجودة فوق دي ونضغط عليها ونبدأ نختار. هنا في إعدادات الفيديو بيقول لك اختار الموشن سترينجث، يعني قوة الحركة في الفيديو، خليها 5 زي ما هي. وبعد كده نضغط هنا على كلمة generate عشان يبدأ يحول لك الصورة لفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي. الميزة دي هي ميزة لسه أطلقوها يوم 28/12 أعتقد، يعني خلال الأسبوع اللي احنا كنا فيه ده، ولسه ما جربتهاش خالص. أنا بجربها معاكم دلوقتي للمرة الأولى. وتعالى نشغل الفيديو كده ونشوفه. هو اعتقد حول الصوره للصوره متحركه شويه، او يعني في حركه في الفيديو، النار بتتحرك كده. تقدر تجرب الاداه دي بنفسك دلوقتي وتشوف كل الميزات اللي فيها دي، وكمان هتقدر تجربها وتعمل فيديوهات من خلالها بشكل مجاني. طيب تعال نجرب كده الميزه دي على الصور اللي احنا مصممينها على الموقع ده، او الصور اللي احنا عملناها عن طريق الذكاء الاصطناعي في الموقع ده. تعال ننزل تحت شويه كده على الصور اللي احنا كنا عاملينها قبل كده في الفيديو اللي عدى. لو كنتوا فاكرين معانا الفيديو اللي عدى كنا عاملين الصور دي او مولدين الصور دي من خلال الموقع ده. تعال نجيب اي صوره منهم وليكن مثلا الصوره اللي قدامكم دي. تعالوا نضغط على علامه الموشن اللي موجوده قدامك دي اللي هي جنريت موشن فيديو، ونضغط هنا على كلمه جنريت عشان يبدا يحول الصوره اللي احنا صممناها دي لفيديو. اعتقد النتيجه كويسه ولكن مش كويسه قوي لان الفيديو نفسه ما بيتحركش، او يعني مثلا الصوره قدامك دي الحصان نفسه ما بيتحركش فيها، او السيف ما بيتحركش او كده. فانا بعد تجربه على اكتر من صوره داخل الموقع لقيت او وصلت للنتيجه اللي قدامك دي، يعني بيقدر يحرك الاشخاص ويحرك الاشياء داخل الفيديو عادي، ولكن على حسب نوع الصوره اللي انت بتستخدمها. يعني الموقع لسه في نسخه تجريبيه ما وصلش لافضل دقه للفيديو، ولكن تقدر تستخدمه في انشاء فيديوهات ممتازه زي اللي انت شايفها قدامك دي، وبالاوامر او عن طريق الكتابه فقط بدون بقى الدخول في اي تفاصيل ثانيه. التحديث اللي بعد كده هو في موقع بيكا. اعتقد كلكم عارفين موقع بيكا، هو موقع تصميم الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو رحت الموقع بيكا لابس بالشكل ده هتلاقي انك انت تقدر تعمل فيديوهات احترافيه جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو جينا بصينا على اي فيديو من اللي الناس عاملينهم قدامك دول، تعال نشغل اي فيديو منهم. شايف الفيديو ده صمم صورة للهالوين او مش عارف بيقولوا عليه ايه، وخلى البتاع اللي قدامكم ده الفار ده يتكلم. هنا دي حالات استخدام، يعني ناس عملت الكلام ده قبل منك دلوقتي على الموقع، فانت تقدر تعمل فيديوهات زي دي عن طريق الكتابة فقط او عن طريق الصور، تحول الصور لفيديو او تحول الكلام لفيديو. تعال اوريك تعمل كده ازاي. بتيجي هنا في مكان الكتابة الموجود تحت ده وتكتب اي جملة انت عايزها او اي وصف المشهد انت عايزه، هيحول لك المشهد ده لفيديو. فتعالوا هنا نقول له اي حاجة، وليكن مثلا تعال نكتب له children playing with toys، يعني اطفال بيلعبوا بالالعاب بتاعتهم او بالعاب الاطفال، ونضغط هنا على علامه النجمه دي وبيبدا يحول لك الكلام ده لفيديو بكل سهوله، ويطلع لنا الفيديو بالشكل اللي انت شايفه ده. اعتقد نتيجه كويسه جدا، وتقدر دلوقتي تستخدمه بشكل مجاني من خلال الرابط اللي انا سايبه لك في وصف الفيديو. اما برضو الصور تقدر تضغط هنا على كلمه image or video وتبدا ترفع الصوره بتاعتك اللي انت عايز تحولها لفيديو، وهيبدا يحول لك الصوره دي لفيديو برضو عن طريق الوصف اللي انت بتكتبه. يعني بترفع له صوره معينه وتقول له حول لي الصوره دي لفيديو بحيث ان الفيديو يكون كذا او كذا او كذا. فابدا جرب بنفسك وشوف. واحدة من أكبر الأحداث اللي بيختم بيها 2023 في مجال الذكاء الاصطناعي هو إن ميد جيرني بيعلن رسمياً إن هو بدأ في تدريب موديل خاص بتوليد الفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وده أكبر حدث أنا شايفه أو هيكون أكبر تغير في مجال صناعة المحتوى أو صناعة محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي، لأن ميد جيرني هي المتربعة حالياً على عرش توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. والكلام ده بقوله لأن أنا شايف إن ميد جيرني وصل لمرحلة حالياً في صناعة الصور بالذكاء الاصطناعي لمرحلة مرعبة ما كانش أي حد يتخيلها. تعال اوريك انت دلوقتي تقدر تعمل ايه بميد جيرني بضغطه واحده او عن طريق كتابه سطر واحد. تعال اوريك بنفسك. لو رحنا هنا لميد جيرني وقلنا له imagine، تخيل، وكتبت له السطر ده اللي هو a child victim of war holds twin sister in the background his destroyed house and broken toys، يعني قلت له imagine، تخيل او صمم طفل من ضحايا الحرب يمسك باخته التوأم وفي خلفيتهم بيتهم المحطم. هتلاقي الصوره ظهرت معاك بالشكل ده. الصوره دي من تصميم ومن توليد الذكاء الاصطناعي بدون اي تدخل بشري، فقط تخيل
تخيل الكلام اللي احنا اديناه له وحوله لنا لصور زي ما انت شايف كده. فتخيل البرنامج اللي بيقدر يعمل صور بالاحترافيه اللي انت شايفها دي هيكون قدرته في انشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي هتكون عامله ازاي. فعشان كده متحمس جدا ومنتظر جدا اليوم اللي هم هيعلنوا فيه بشكل رسمي انطلاق ميزه انشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي من خلال ميدجيرني. فخلينا ننتظر مع بعض ونشوف هنوصل لفين. فعشان كده اشترك في القناه دلوقتي عشان نشوف مع بعض كل الجديد اللي هيحصل في المجال ده ونجرب مع بعض الادوات اللي بتنزل اول باول ونشوف ازاي نستفيد منها. وانا بقلب في احد المواقع التقنيه في الاسبوع اللي عدى لقيت الخبر اللي قدامك ده قدام مني، مايكروسوفت كوبايلوت از ناو افيلبل از ا شات جي بي تي لايك اب اون اندرويد. بيقول لك ان مايكروسوفت كوبايلوت يعني الشات بوت او زي شات جي بي تي كده ولكن خاص بشركه مايكروسوفت اصبح متاح على الاندرويد، تنزله كابلكيشن وتستخدمه بشكل مجاني تماما على الاندرويد او على الموبايل بتاعك بدون الحاجه بقى لشات جي بي تي او اي برامج دردشه ثانيه. اعتقد شات بوت من شركه مايكروسوفت وكابلكيشن تقدر تنزله على الموبايل عندك اعتقد هو هيكون شيء مريح جدا بالنسبه لك. فافتح جوجل بلاي وابدا نزل الابلكيشن اسمه مايكروسوفت كوبايلوت، ابدا نزله عندك وتبدا تستخدمه. هتلاقي فيه مميزات كتيره جدا والموضوع مش متوقف على النصوص بس، كمان تقدر تطلب منه يعمل لك صور ويعمل لك ملصقات معينه زي ما انت شايف كده، وكمان متوفر تساله باي لغه سواء العربيه الانجليزيه الالمانيه الهنديه اي لغه تطلب منه سواء كان توليد صور توليد نصوص انشاء مقالات انشاء اي حاجه. واعتقد في ميزات اكثر من كده انا ما جربتوش صراحه لان ما معيش اندرويد، ولكن واضح هنا في المقاله اللي عملتها مايكروسوفت دي انه في مميزات كتيره جدا. فابدا نزل الابلكيشن وجربها والموضوع مش هيكلفك اي حاجه مجاني تمام. والتحديث الجديد معانا ده بقى مخصص اكتر للمبرمجين لان جيت هاب اخيرا اعلن عن كوبايلوت مخصص خصيصا للمبرمجين، يعني زي شات بوت كده ولكن مخصص لكتابه الكود، يحل لك اي مشكله في اي كود، يساعدك في كتابه الاكواد، يساعدك في انشاء مشاريع كامله. انا بعيد شويه عن البرمجه الفتره اللي عدت ولكن اعتقد انك انت لو مبرمج او في المجال ده او تعرف اي حد مبرمج لازم تعرفه بالتحديث الكبير جدا اللي حصل ده. كل اللي عليك انك انت هتروح هنا لجيت هاب وتضغط هنا على كلمه تراي جيت هاب كوبايلوت وتضغط هنا على جيت ستارتد وتبدا تشغل كوبايلوت الخاص بجيت هاب. وليه الحدث ده مهم جدا؟ لان جيت هاب هو اكبر مكان لمشاركه الاكواد والمشاريع البرمجيه في العالم. فلما يبقى كوميونتي زي ده وعنده الداتا دي كلها يعمل شات بوت او يعمل كوبايلوت زي كده مخصص خصيصا للمبرمجين اكيد هيحل مشاكل كتير جدا وهيكون طفره كبيره جدا في مجال الكودنج والسوفت وير. وكمان الميزه انك انت تقدر تشغله داخل فيجوال ستوديو كود واندرويد ستوديو ومحررات اكواد كتير جدا، فبرضه ده حدث كبير جدا يفهم قيمته المبرمجين. من اكتر بقى الحاجات اللي ادهشتني جدا وهي ان جالي ايميل من شركه سامسونج وبيعلنوا فيه ان هم هيعلنوا عن الثلاجه اللي بتعمل بالذكاء الاصطناعي يوم 9 يناير 2024 وهي اول ثلاجه في العالم يكون مدمج داخلها الذكاء الاصطناعي او بتعمل بالذكاء الاصطناعي. ولما قريت المقاله كامله لقيت ان الثلاجه دي هيكون فيها ميزات ان هي تحضر لك وجبات معينه عن طريق الذكاء الاصطناعي ومن تاليفها او من تاليف الذكاء الاصطناعي يعني بناء على البرنامج الغذائي اللي انت بتديه لها بتبدا هي تشتغل بشكل يومي او بشكل مؤتمت ان هي تعمل لك الوجبات دي او تحضرها لك. صراحه ما فهمتش كل تفاصيل الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي فيها لان لسه ما شفتش فيديو لها او ما شفتش الانطلاق الرسمي لها. بيقولوا ان الانطلاق الرسمي لها هيكون يوم 9 يناير في مؤتمر سي اي اس، فخلينا ننتظر ونشوف وهنحاول نعمل فيديو خصيصا للثلاجه دي لما تنزل. الحاجه الغريبه اللي بعد كده هي ملهاش علاقه بالذكاء الاصطناعي قوي يعني ولكن خلينا نشاركها معاكم. صحيفه نيويورك تايمز بترفع قضيه على شركه اوبن اي اي متهماها فيها ان هي بتستخدم المقالات بتاعتها داخل شات جي بي تي، او في ناس كانت بتتكلم مع شات جي بي تي وشات جي بي تي عرض لهم مقاله زي ما هي كامله من صحيفه نيويورك تايمز. هو حاجه مضحكه وعبيطه، انا شايف ان السنه دي مفيش شركه ترفع عليها قضيه قد شركه اوبن اي اي المالكه لشات جي بي تي، فشيء عبيط جدا حته حقوق الملكيه او الناس لسه مقتنعه بفكره حقوق الملكيه بالشكل العبيط اللي كان قبل كده. اعتقد المفروض فكره حقوق النشر وحقوق الملكيه المفروض الكلام ده كله يتماشى بقى ويتغير ويتواكب مع الذكاء الاصطناعي. وانا متاكد ان القضيه دي ولا هتوصل لاي حاجه في الاخر لان مفيش اي اثباتات ان شات جي بي تي بياخد معلومات من صحيفه معينه. وحتى برضه لو الشات جي بي تي عرض لحد نتيجه او عرض لحد مقاله كامله زي ما هي من نيويورك تايمز فانا شايف ان هو برضه ما فيهاش اي مشكله من يم حقوق الملكيه لان شات جي بي تي في السياسات او في التحديث الاخير بتاعه بيقول لك ان هو مرتبط بالانترنت، فانت ممكن تطلب منه ان هو يبحث لك على الانترنت عن حاجه معينه فهو يعمل عمليه ريسيرش كده ويرجع لك تاني، فعادي جدا هو يجيب لك مقاله من صحيفه معينه. فالقضايا دي كلها اللي ضد اوبن اي اي هتكون مصيرها زي مصير القواضي اللي اترفعت عليها طول السنه اللي عدت. ولو عايز تقرا اكتر عن الموضوع ده فهتلاقيني سايب لك رابط في وصف الفيديو بتاع المقاله اللي قدامك دي هتبين لك بالظبط تفاصيل القضيه اللي رفعها نيويورك تايمز وايه المشكله اللي حاصله بالظبط بين اوبن اي اي وبين نيويورك تايمز، وهتلاقي صحف ومجلات كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده. نختم بقى الفيديو بالموقع اللي قدامك ده اللي فيه شخص اسمه سوجان ساركار اعتقد. الشخص ده عمل ملخص كده لاكثر 50 اداه ذكاء اصطناعي تم استخدامهم من قبل مستخدمين في عام 2023. لو جينا بصينا هنا على المخطط اللي هو عامله ده هتكتشف ان شات جي بي تي هنا هو الاكثر استخداما من بين ادوات ذكاء اصطناعي في خلال السنه اللي عدت، وموجود برضو ميد جيرني وادوات كتير جدا. مهم جدا انك انت تتعرف على ال 50 اداه دول لان
ان 50 اداة الاكثر استخداما في العالم اكيد هتلاقي في منهم ادوات مفيدة جدا انت ما عندكش علم بيهم. لو نزلنا تحت برضو هنا كمان شوية هتلاقي الادوات كلها موجودة قدامك. المركز الاول من حيث استخدامات العالم هو شات جي بي تي، وبعد كده في حاجة اسمها الكاركتر دوت اي اي، موقع كاركتر دوت اي اي، وبعد كده الكويلبت دوت كوم، وبعد كده ميدجيرني. فتخيل في اداة من التلات ادوات الاكثر استخداما في العالم السنة اللي عدت انا لسه مكتشفها او ما كانش عندي علم بيها. فمهم جدا انك انت تراجع القائمة دي كلها وتكتشف او تشوف ايه الادوات اللي كانت اكثر استخداما في العالم في خلال العام الماضي. وزي ما قلت لك هتلاقي سايب لك روابط كل الادوات والمقالات والمواقع اللي بنتكلم عنها في الفيديو في وصف الفيديو اللي انت بتشوفه. اعتقد 2024 هتكون سنه مليئه جدا بالتطورات الكبيره جدا في الذكاء الاصطناعي. هنشوف ادوات جديده ومواقع جديده وفيتشرز جديده بتطلقها المواقع، وخصوصا في مجال صناعه الفيديو الادوات بتتطور بشكل كبير جدا. وميدجيرني مع دخولها في عالم صناعه الفيديو اعتقد هيغير المعادله بشكل كبير جدا، وانا اعتقد ان هتكون اكبر ضجه في العالم في 2024 هو اطلاق الميزه دي للناس، لان ميدجيرني هيغير مفهوم صناعه الفيديو بالذكاء الاصطناعي تماما. ويخلينا ننتظر بقى ونشوف ايه اللي هيحصل في العالم في السنه الجديده. عشان كده اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد ننزله. بس كده.